كي دايرين؟ لاباس هانين. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد الحريشات ديال السميده والكوك، كيتحضروا في الفران، كيجيو زوينين مع الكين ببيضه واحده. غنشوفوا المقادير ونبداو طريقه العمل. عندنا كنحتاجو واحد بيضه، واحد 3 المعالق ديال السنيده، واحد كاس ديال الياغورت بنكهة هاد الفاني، وممكن نعوضوه بياغورت طبيعي. عندنا هنا واحد ساشي فاني، واحد خمارة، كاس ديال الكوك، 3 المعالق ديال السميدة. وغادي نشوفو شحال غادي تهز لينا ديال السميدة، واش غادي نحتاجوهم بثلاثة ولا غادي نقصو. نسيت ما قلت لكم في المقادير باننا غادي نحتاجو واحد نص كاس ديال الزيت، خلطتها مزيان. هزات معايا 2 كيسان ديال السميده، وكل واحد على حسب السميده اللي عنده. شاط لي هذا الكاس ما استعملتوش، وكل واحد على حسب السميده اللي عنده، تقدر كتكون كتشرب ولا لا، المهم على حساب. غادي نخليوها واحد ربع ساعه ومن بعد نشكلوها. يلا
من بعد مرور 15 دقيقه كنوجد واحد الطبسيل يكون فيه شويه ديال الكوك وشويه ديال السميده فاش غادي نفندوا هاد الحريشات ديالنا، وكنوجدوا لاطا اللي غادي تدخل الفران. نبداو نشكلو على الطريقه الاتيه، وكل واحد يشكل على حساب الكبر اللي بغا هوايا. كاين اللي كيبغيهم كبار، كاين اللي كيبغيهم صغار، كل واحد يشكلهم بالطريقه اللي كتعجبو. وفي هذه الاثناء كنكون شعلنا على الفران من الفوق، اللي عنده فران ديال الضو تشعلوهم من الفوق باش يسخن، لانهم هما الطريقه ديالهم ديال الطياب شويه مغايره. كندخلوهم حتى يتشقوا لينا من الفوق، عاد كنهبطوهم يطيبوا. كما قلت لكم كل واحد يشكلهم على حساب الكبر اللي كيعجبو. كيجيو زوينين، كيستاهلوا ان الواحد يجربهم. توجديهم هكايا للكوتي الوليدات ولا الفطور. انا غنستمر على هذا الشكل ونكمل معكم من بعد. من بعد ما ساليت التشكال ديال الحريشات ديالنا غندخلهم للفران يطيبوا، وكما قلت لكم نشعلوا عليهم من الفوق حتى تيتشقوا، عاد كنهبطوهم لتحت يطيبوا. كما قلت لكم كنطيبوهم من الفوق حتى تيتشقوا، كنشعلوا عليهم من الفوق، ودابا غادي ننزلهم لتحت باش يكملوا الطياب ديالهم، ونتلاقاو منين يكملوا. من بعد من كيطيبوا كيخرجوا على هذا الشكل، كيجيو محمرين وزوينين ومشقين كما شفتوا. انا غادي نديرهم في واحد الطبق ديال التقديم ونشوفوا كيفاش كيجيو. كما قلت لكم فهما كيجيو بهذا الشكل، كنقدموهم في الكوتي ولا كنقدموهم في الفطور الصباح مع كاس القهوه، كيجيو زوينين. وخليتكم على خير، السلام عليكم.